سلام مرحبا بكم انا فرق بوا ام ا. في هذا الفيديو غادي نشرح لكم علاش بزاف ديال لي برودوي كتبغيو دوزو عليهم لي كوموند حاليا في لو سيت ديالنا وما كتكونش عندكم لوبسيون باش انكم دوزو. هاد المنتوجات هادو هما لي برودوي اللي ما كاينينش عندنا اون ستوك، والسبب الرئيسي هو القانون الجديد اللي كنت ديجا شرحت لكم اللي هو سيميم. حاليا بقى عندكم امكانيه انكم تدوزوا سواء اونلاين او لا تجيو عندنا المغازن ديالنا ديال تطوان او المغازن اللي فتحنا جديده في كازا في المعارف، انكم تدوزوا على لي برودوي اللي ديسپونيبل اون ستوك.